لكم شي وجديده مشيوات ام انس، يوم جيت وجبت لكم هذا البريوش الرائع، بريوش الزبده بشكل جديد ومنظر جديد، بواحد المذاق اللي رائع جدا، نسمته بواحد المكون اللي كيدفع عليه واحد المذاق خطير جدا. كيف ما كتشوفوا معايا فالشكل واضح، كنقطع معكم انا دائما في النهايه ديال الفيديو باش كتشوفوا الوصفه هل هي ناجحه ام ليست ناجحه. فكيف ما كتشوفوا كيجي مقطن، يا سلام، بحالو بحال القطن، وكيجي خطير جدا بواحد المذاق اللي رائع. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا بريوش قطني كيحمق وسهل وسريع التحضير وكذلك اقتصادي. كنتمنى ان الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم، فحاولوا تشجعوني باللايكات ديالكم، حاولوا توصلوا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات. الناس اللي كيزوروني لاول مره كنقول لكم اشتركوا في القناه بالضغط على زر الاشتراك الاحمر ابوني او سبسكرايب باللغه الانجليزيه، وما تنساوش كذلك تفعلوا الجرس يكون محاط بخطا باش توصلوا جديد الوصفات وكذلك جديد القناه. وما بقى لي اخوتي نقول لكم خليكم ان شاء الله مع هذه الوصفه الرائعه بريوش الزبده، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. صافي، بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو ان شاء الله البريوش ديال اليوم اللي غادي يكون ان شاء الله منسم بواحد النكهه اللي كتكون رائعه جدا. كيف ما كتشوفوا عندي هنايا في هذا البول عندي 500 غرام من الدقيق اللي كيكون من نوعيه ممتازه، 500 غرام اي نصف كيلو. عندي هنايا 60 الى 80 مللتر من الحليب، بالنسبه للي انا عملت 80 مللتر، على كتبقى دائما على حسب نوعيه الدقيق. عندي هنايا 4 ملاعق من السكر، كيف ما كتشوفوا هنايا عندي ملاعق سكر، كيس من الفانيليا 8 غرام، وكيس من الخميره ديال الخبز الجافه خميره حبيبات ما يقارب 7 غرام، اللي عنده 10 غرام فيستعمل 10 غرامات. 90 غرام من الزبده اللي كتكون زبده لينه بدرجه حراره المطبخ. عندي هنايا ملعقتين ونصف من الزبادي اللي كيكون بدرجة حرارة المطبخ، بيضتين، وعندي هنايا خميرة كيماوية ما يقارب 8 غرام اي ملعقة صغيرة مملوءة جيدا، بشر حامض اي بشر ليمونة، وعلى جنب ما يقارب 150 غرام من الزبيب اي العنب المجفف. فغنجوزو على بركة الله لطريقة التحضير. عندي هنايا الدقيق غادي نعجن ان شاء الله اليوم انا بالعجانة، نتوما بالامكان ديالكم تعجنوا فقط باليد. غادي نجيب بيضتين، غادي نضيفو الخميرة الكيماوية، غادي نضيف بشر الليمون، كيس من اللافاني أي الفانيليا، كيس من الخميرة ديال الخبز الجافة، نتوما بإمكان ديالكم كذلك تستعملوا الخميرة الطازجة. غادي نضيف 4 ملاعق من السكر، غادي نضيف ملعقتين ونصف كبيرتين من الياغورت الطبيعي. بالنسبه اللي ما عندهاش الياغورت الطبيعي فكتعملوا عوض ما كتعملوا نصف كاس من الحليب، كتعملوا كاس كامل من الحليب ما يقارب 180 مللتر فقط كملاحظه. ضروري العناصر كلهم يكونوا بدرجه حراره المطبخ، والحليب لازم يكون حليب دافئ، كتكونوا دفيتوه ضروري ولازم من هذه العمليه باش كتخمر معكم العجينه دغيا. فغادي نضيف الحليب. فبالنسبه للزبده فغادي يكون ان شاء الله حتى النهايه عاد غادي نضيفها هاد 90 غرام ديال الزبده. وكذلك كتشوفوا فانا ركبت العجانه ديالي في العجانه يعني في الروبو، ودابا ان شاء الله غادي نبدا نخلط الكل جيدا. لازم تعجن جيدا، فكتعجن عاد كتزيدوا الزبده. كتكون صلبه شيئا ما، هانتوما كتكون قاسحه، فغادي ندخل ان شاء الله في هذيك 90 غرام ديال الزبده اللي سبق لي وقلت لكم حتى كتعجن جيدا بهذا الشكل. هانتوما عندي ديك 90 غرام ديال الزبده، ودابا غادي نعجنها مره ثانيه.
كيف ما كتشوفوا معايا المرحله الاخيره غادي نضيف الزبيب الا وهو العنب المجفف بهذا الشكل. هاو الله نوري لكم العجين ديالي كيفاش ولا والقوام ديالو كذلك كيفاش عامل. فهانتوما خرط جدا خفيف ولكن ما كيلصقش نهائيا. شوفوا معايا معجون واحد الدرجه اللي ما تصوروهاش تتقطيع هو صافي. غادي نغطيها بلاستيك غذائي وغنعملها في مكان دافئ كيف ما سبق لي قلت لكم لمده ساعه ساعتين. راه شحال ما خليتوها تختمر كيجي معكم بريوش واعر واعر وناجح مليون في المئه وبحالو بحال القطن ومفشفش. فهذا هو السر النجاح ديال هاد البريوش ديالي. كيف ما كتشوفوا معايا اعزائي الكرام هذا هو العجين ديالنا من بعد ما اختمر. ضروري جدا كيختمر حتى كيولي بهذا الشكل. ها هو فغادي نخرج ان شاء الله منه الهواء اللي فيه او الهواء اللي اختمر فيه. غادي نجيب واحد الصينيه عاديه غادي نعمل فيها هذه الكره بكل حذر. ما غادي نستعنوا لا بدقيق لا بتا حاجه. غادي نعمل هنا ثقب في الوسط غير فقط بالاصبع ديالي وغادي نبقى نوسع ديك الثقب وانا كنشكل دائره بهذا الشكل. ها هو غادي نزول الفائض ديال الزبيب اللي عندي هنايا باش ما يتحرق ليش. فغادي نجيب وغادي نعمل هاد الدملج. ها هو كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل. ها هو علاش عملته باش ملي تختمر معايا العجينه ديالي او البريوش ديالي ديك الحفره او ديك الثقب اللي في الوسط ما كيتجمعش معايا ويولي لي صغير باش كيبقى هيدا محافظ على الشكل ديالو وكينتفخ فقط من على الجوانب. غادي نردو ان شاء الله للفرن اللي كيكون دافئ. عندي الفرن دافئ حتى يعاود يختمر لي ان شاء الله. وغادي ندوز ندهنو بالبيض وغادي نقول لكم ان شاء الله طريقه التزيين اللي غنعملو. فهاد زلافه صغيره هانتوما كون الشكل ديالو هكذا كيكون غليط واحد شويه. فصافي كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو البغيوش ديالي من بعد ما خرجته من الفرن. في البدايه كانت على 200 درجه غير دخلته نقصته على 180 درجه غير لقيته كيتحمر معايا بسرعه هبطته على 150 درجه. دائما نتوما عينكم ميزانكم لقيته دغيا كيتحمر فكتهبطوا. نتوما شوفوا معايا كيفاش كيجي قطني جدا لواحد الدرجه اللي ما تصوروهاش. فباقي سخون 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 بزاف غير كتخرجوا من الفرن كتغطيه بواحد المنديل واحد لمده 5 دقائق. بالنسبه لمده الطهي اللي خدا لي انا في الفرن ديالي دائما كنقول الفرارن او الفرن الكهربائي او الغازي كيختلف من فرن لاخر لذلك يعني ما تلتزموش بهاد 15 دقيقه. ثم دائما عايزكم ميزانكم تقدروا تحتاجوا 20 دقيقه وتقدروا تحتاجوا 10 دقائق. وكيف ما العاده ان شاء الله غادي نفتح معكم البريوش باش تشوفوه كيفاش عامل من الداخل طبعا وكيجي قطني ثم كيف ما شفتوا معايا. المهم غادي نقطع معكم ان شاء الله بالموس باش تشوفوه ما شاء الله كبير. هانتوما شوفوا ما شاء الله كامل متقب من داخل. هذا الشكل ديالو من تحت هو كيفاش عامل. طيب على حقو طريقو كيجي لذيذ بزاف. راه باقي سخون سخون غادي ندوق الدرجه اللي ما تصوروهاش هانتوما شوفوا معايا. فاللي عجب الفيديو حاول توصل الفيديو لاكبر عدد من اللايكات اشتركوا في القناه ودعموني كذلك وبارطاجوا الفيديو باش تعم فائده. وما بقى لي اختي الا نقول لكم كيف ما العاده دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم.